بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج مضايف أهلنا. حيا الله الأخ المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي والعالم. حقيقة بداية عام 2023 كان لنا احتفال وتظاهرة جماهيرية كبيرة جدا، ونحن نحقق الخليجي 25 في مدينة البصرة. مدينة البصرة العربية العريقة، كان شعب البصرة شعب كريم وشعب معطاء، شعب أعطى مما لا يملك شيء، أعطى صورة بهية ورائعة للكرم العروبي الحقيقي لأشقائه في الخليج العربي. الخليج العربي، الخليج العربي، الخليج العربي، فليخرس من يدعي غير ذلك، فليخرس من يدعي غير ذلك، الخليج العربي. نعم هكذا، يعني البصرة جمعت أشقائنا في الخليج العربي وكانت تظاهرة عظيمة. لا يهمنا نتيجة الألعاب ونتيجة المباراة، ولكن يهمنا أن العراقيين الذين قالوا للعدوان برا برا، العراق بغداد تبقى حرة، هذول هم اللي أثبتوا عروبتهم وكرمهم. وهكذا هي بداية الانتصارات على الأدعياء والذين أصبحوا ذيول والذين دمروا العراق وأوصلوا إلى هذا الحال. الخير بقبال إن شاء الله، وسينهض العراق وستستمر. الذين قالوا هذا الكلام المعبر عن الوطنية الحقيقية كعراقيين ستستمر وستنهي ما دمر هؤلاء الذين أوصلونا لهذا الحال، وإن شاء الله النصر قادم بإذنه تعالى. يلا الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. حقيقة برنامجكم كما تعلمون إن شاء الله مستمر معكم ويستضيف ما يرضيكم من خلال الضيوف والنخبة المتميزة من الشعراء والفنانين. حقيقة في الأفق يعني إن شاء الله تجديد في هذا البرنامج في هذا العام إن شاء الله، عام 2023، وإن شاء الله راح نقدم ما يرضيكم متى ما تهيأت الأمور إن شاء الله، والوضع العام في هذا البلد متى ما العراقيين إن شاء الله شوية ارتاحوا وتنفسوا من الظلم اللي هم بيه والمعاناة والجوع والفاقة والدولار اللي تدري يعني كل ثروة العراق وما يملك كلها عبروها مع الأسف، مثل ذاك الفلاح اللي عنده ما نقدر نسولف. على كل حال حياكم الله، أهلا وسهلا. معنا ضيوف أعزاء من محافظة الأنبار ومن مدينة الفلوجة المجاهدة، مدينة المساجد والثوار والانتصارات التي أجبرت العدو على الهزيمة في مقاومتها العظيمة. رحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم، الأخ الشاعر أسعد التميمي. حياك الله عم أبو معمر، حيا الله كادر الفلوجة، قناة الفلوجة ومديرها. تحياتي لكم وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. يا أهلا، وأنا سعيد أن أكون بينكم وبين هالوجوه الطيبة. يا حياكم الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا. هاي مشاركتك الأولى وإن شاء الله راح تستمر، وأهلا وسهلا. إن شاء الله، إن شاء الله. يا حيا الله الفلوجة وأهلها، أهلا وسهلا. أيضا الأخ الشاعر مصطفى سرحان. حياك الله أبو معمر، تحية خاصة إليك من أهل الفلوجة. وعليكم السلام، يحبوك وأنا أحبهم بالسلام. الله الله، أنا أحبهم يا الله، لأن أنا منهم وبنهم. على رأسي والله. يا حياك الله أخ عزيز والله أبو معمر. يا حياك، شكرا على هذه الدعوة، وإن شاء الله نطلع بحلقة تليق بالبرنامج.
تسعد المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله بكم البركه وحياكم الله وساعتين مباركه. حياك الله، اهلا وسهلا ايضا الاخ الشاعر عبد الرحمن المجيد. حياك الله عم هلا 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 هل هل هل. شكرا على هذه الدعوه الكريمه وممنونين من عندك. اهلا وسهلا. وايضا معنا المشاركه الثانيه يمكن للاخ الفنان الشعبي سلطان الحلبوسي. حياك الله معمر، تحياتي لك لبرنامجك والكادر والاخوه الموسيقيين قناة الفلوجة وجمهورك طبعا، اكيد احلى تحية لهم واشكرك. يا اهلا وسهلا معك اليوم ازل وصهيب، ان شاء الله راح تغنون الحلقة باجمل الفواصل. اهلا وسهلا. حقيقة احنا نعرف انه الشاعر صاحب رسالة وعنده اولويات في اختيار القصيدة وسبب أن يكتب القصيدة والدافع اللي خلاه يكتب القصيدة، فنسمع من الأخ أسعد التميمي. إن شاء الله. أبو معمر، الكل يعرف وما يخفى هذا الشيء، نعم، أن العراق من 2003 لحد هذه اللحظة هو مر بدوامة، نعم، فالقصيدة يعني كان عنوانها دوامة. الدوامة حلو. صدى صوت الدمى ينادي ينادي الظلم، نعم، صدى صوت الدمى ينادي وخيال تراب ويا الريح، صدى صوت الدمى ينادي وخيال تراب ويا الريح، والنجمات باقا كحلة القمرة ومشن، بس أنا مو وحدي، بقينا معاند ويا الريح، ترفعنا ونرد نثقل جبل على القاع، تتعمد تريد نطيح، نعم، دوامة بوسط هشكال منهم ما تميز الحال، نعم، كلهم فقرة متعوبين، أزقنهم طلع حمال، أزقنهم طلع حمال، وحتى المامليك دينار ما مدي دوي جدي. الله الله الله. دوامة وتذر تراب بعيون المشاو وعيون المشيعين، ما خلت حلم ينباب بيت الطين، ما مستوعب الفكرة، حلم بالعقل ما يركب، مهد عاجر تهزه وتطلق بحسرة وهم عسرة، يا الله، ما مستوعب الفكرة، نعم، حلم بالعقل ما يركب، مهد عاجر تهزه وتطلق بحسرة وهم عسرة، توالي توالي من الضحك ضمينا ناخذ بيهن وننطي، توالي من الضحك ضمينا ناخذ بيهن وننطي، رغم الهموم طعنت بينت بالحال، خفينا جروحنا ونعرف سببهن ليش خفنا من الظلم ننشال، رغم ويانا كان الرب ولا نغضب، بقينا بنفس طينتنا ونوزع عالشوارع طين، بقينا بنفس طينتنا ونوزع عالشوارع طين، واحنا العيد جان الله وكلهم معيدين، كلهم معيدين، وحتى اطفالنا على الفطره متونسين، يا الله، عايطنا الوقع بالريح، ايه، كملوا بالبقايا الطين، يا الله، بقينا بنفس طينتنا ونوزع عالشوارع طين، واحنا العيد جانا وكلهم معيدين، وحتى اطفالنا على الفطره متونسين، حايطنا الوقع بالريح كملوه من بقايا الطين، وقصور المدينه باسم اهل الدين، مو كل العمايم بيضك وبعض العمايم لونها مترب، مترب، نعم، مو كل العمايم بيض، لا، اكو بعض العمايم لونها مترب، نعم، رضينا بكل شي خاطر نبقى بس عدلين، ما نريد الأطفال بذلة يتربون ما بين الفلك لو يجدون طحين، الله أكبر، نعم، رضينا بكل شي أبو معمر، نعم، خاطر نبقى بس عدلين، أي والله، ما نريد الأطفال بذلة يتربون ما بين الفلك لو يجدون طحين، وإحنا أول شعب من بيته يتغرب، احنا اول شعب من بيته يتغرب، اي نعم، واحنا اول شعب من بيته يتغرب، اي والله، كل هذا بسبب ايه؟ سرقتنا للبيبان، نعم، من شفنا الحرام بنصنط للحوش قلنا ايه؟ يجوز على الجيران، ايه، بس كانت بنيته يودي للجيران،
منيته يودي للجيران، هو جاي حتى يودي للجيران. حطاب ولقانا الشجره من حطب. يا الله. حطاب ولقانا الشجره من حطب. الله سلامة الله سلامة الله سلامة. احسنت 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 احسنت. الله اليك. صح الله لسانه. اسلم الله. الله يسلمك. اي نعم، هذه معاناه العراقيين ولا زالت من سيء الى أسوأ، والله يعين العراقيين. شلون الاسعار صارت؟ يعني معقوله احنا اهل الثروات والخير هذا بلد الرافدين بلد النهرين، يعني حالنا حال لبنان اللي ما عندهم شيء، وحالنا حال اليمن، وحالنا حال سوريا، وحالنا حال الناس لانه حطت خشمها ويانا العدو اللدوده ودمرت العراق، هاي تاليها يعني ناخذ ونعطي للجيران وشعبنا ما يجوع، ولكم انتم من اي مله؟ انتم شنو؟ الله جابكم غضب علينا؟ ما ادري والله. على كل حال الله يعين العراقيين. آمين. يا أخوي حياك الله الشاعر مصطفى سرحان. حياك الله أبو معمار. أقول يا صاح هذا الوطن، يا صاح هذا الوطن راق ويظل بي علي، واللي يخونه نقص مجنون نظم بي علي. ها. يلي تبيع انتظر أنا اشتري بي علي، ولا تظن تربح ترى هذا البلد بي عمر. العراق عايش هدم ما شفنا شي بعمر. لا والله ما صار هذا الظلم لو هالوقت بعمر. بعمر اي والله، وما شفنا ضيم وفقر لو هالوقت بعلي. اي والله عليهم السلام. والله والنعم، والله يا ذولا هم اهل العدل والشجاعه والقانون الفاروق وابو الحسنين. الله الله ميتين دستة. احنا عشنا بهيئه العدلين. نعم. او من قد الحزن لوجوه صفر اللون، جبناها تعب ما شفنا راحة بال، ونصبرها النفس بتقضي راحة هون، وطفح كيل الصبر والحال بسوأ حال، سبب حكامنا المن الله ما يخافون. لا والله ما يخافون. شنهو لكم فضل على الوطن وتحكمون؟ ما لهم الله فضل، دمروا دمرتوا الشعب، شنو أكثر تسوون؟ لا ما قصروا. اللي داعب حقوقه يحصل من اثنين، لو طب السجن لو بالقبر مدفون. اي والله. قد ما كثرت فلوس السحت بالجيب، إيه؟ ما يهمكم نقص بالشده ما تحسبون. لا شو بسرعه الاجا ومن تالي مليانين. إيه؟ ادري المنطقه الخضراء بيها عيون. لا شو بسرعه الاجا ومن تالي مليانين. بالله عليك. ادري المنطقه الخضراء بيها عيون، سفرتكم كبيره تكفى 10 رجال، واحنا بلقمه واحده ويخلص الماعون. يا الله. شقارن حتى قارن فرق شاسع حيل. اي والله فرق ليلة عرس عن ليلة المسجون، على الخسة وندالة انطي الدليل بهاي، شوف أولادكم بالترف يتنعمون، وولد الأنطروحة وروى دم القاع مع كل الأسف بالشارع يجدون. يا حبينا. وانتو بظنكم تدخلون بالتاريخ، يلي بمزبل التاريخ ما ترهمون. ما يرهمون. من الله بقلبكم ماكو ذرة خوف، حرت يام إلا من يادي تنحدرون، من مال الشعب طول الاسبوع البوق، وبأول سر الجمعة القاكم وصلون. من مال الشعب اي والله طول الاسبوع البوق، وبأول سر الجمعة القاكم وصلون. واحدكم نقص ما يطهر ماي الكون ابد والله، كل ما بحقكم وترضون ما ترضون. ترضون ما ترضون. قبل وجوهكم كنا بامان وخير. اي والله. وعكس بينا القدر خلاكم تحكمون. اي والله. وعكس بينا القدر خلاكم تحكمون. سلام. أحسن. صح الله لسانك. أول صف لها بالجامع يصلون. يصلون أول سر. إيه مثل واحد من ربعنا عنده مطار يدير به، والله مطار مباق الخميس، الجمعة راح للجامع وشاف تكرمون الأحذية اللي هناك، دحق على الجامع مليان مصلين، قال لي ما شو كلكم تصلون لعد من باق مطاري. ها؟ عاد هذول يصلوا بوصف وهم حراميه، دمروا البلد ما خلوا شيء علينا. تسلم الله. الله يسلم. اجمل قصيده هاي والله يستاهلون عافيه والله. زين استلمتهم. صح الله لسانك. صح عبدنا. يا اخوي عبد الرحمن المجيد. الله يسلمك. وسهلا. عمي تدري رغم المصاعب اللي جاي نعيش بيها ورغم هاي الاوضاع، فيبقى الكرم العربي موجود داخلنا. نعم. فاقول قصيده عن الانبار. أنا بكل فخر منه للأنبار. نعم. نعمة حالك. أنا بكل فخر منه للأنبار، باسمها وصيتها يومية أعلن،
حلوة وتذهلك مو بس حج لسان، دليني شنو اللي من عدها أحلى. وقعت ولمن قامت أقوى بهواي، تشلب بيهم وكلها التخلى. بيها احنا ربينا، بيها احنا ربينا نقول للضيف ما تطلع سنة من بيتي إلا يصير البيت باسمك وأنا لك ضيف. وذا بس هاي صدق هاي سهلة، ملابسنا نحطهن فرش للضيف. نعمة حالك. ملابسنا نحطهن فرش للضيف، عدل مرتاح ما نعرف نسأله. ما ناخذها هي تروح للنار معزبة وتفتهم ما كانها دلة. ما ناخذها هي تروح للنار دلة معزبة وتفتهم ما كانها دلة. وذا تشتال اخوتي يضيفني بيوم اقدر، مو صعب عندي اكتله، ولكن شمرة عندي بحلقي حياك انسى الثار وتفضل اقله. نعم انسى الثار وتفضل اقله. ايه سلام سلام الله. وقفوا وقفوا، هاي مشهودة مشهودة الكرم للعراقيين وخاصة أهل الأنبار اللي الدليمية صيتها عبر الكل دول العالم الأوروبا. ها أكلة الدليمية لكرمهم اللي حطوه، وكل العراقيين كرماء، العشائر العربية الأصيلة على امتداد العراق هم هكذا إن شاء الله. تسلم وصح الله لسانك. نسمع العتابة من الأخوي سلطان الحلبوسي. يلا يا أخوي يلا. على رأسي طبعا ما راح أختلف في الولد الشعراء الشباب، أريد أرادفهم ببيت إيه؟ مطابق لكلامهم إن شاء الله. أي بالله إيه. على العين الناب على العين
وبصرت ريم المها وردت على العين صرت ريم المها وردت على العين والعين صرت ريم المها وردت على العين وحرير الشعر مدلي على العين ولي جميلة يا ولي جميلة يا أبو الله جميلة أكيد جميلة وبحس انها رجحت على العين يا ابو جميلة وبحس انها رجحت على العين على العين وسبت بعيونها قلوب الشبان على العين الثانية العين الحور العين ترى يقصد ايه نعم نعم نظرة عيونه أولي عانى بنظرة عيونه يمه يمه حزينة يمه ولداد بنظرة عيونه صوب دليل سهاي أيامي وإلي يمه ولا خايف يحزدونه نوبو يحزدونا أولي عين خايف يا بويا خايف مبل خايف خايف يحزدونا ولداد خايف يحزدونا أحلى القلوب السود يا ويل يا أيوه أسمع الصف قاعدكم والهلاهل أبكي بحرقة مثل ما يبكي الجاهل أسمع الصف قاعدكم والهلاهل أبكي بحرقة مثل ما يبكي الجاهل يوم الأكشر يوم سمعت الهلاهل خذوا مني غالتي لابن الجيران الناس تفرح بالهلال هو يوم الأكشر اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. حقيقه في هذه الحلقه لمحافظه الانبار ومدينه الفلوجه بالذات يعني الظروف الصعبه اللي مر بها البلد ولحد الان يعاني من 2003 الى يومنا هذا
العوز والضنك والمعاناة، يعني أبعدت الناس بعض الشيء عن يعني ثوابتها من جوعها الناس، يعني اضطرت مثلا أن تتصرف تصرفات غريبة يعني، وهذا مكسورة بحظ سواها وخلانا بهذا الحال. هناك سلوك أيضا تغيرت عند الناس، أكو من ينكر الجميل، أكو من ينسى طيب الآخرين، أكو من يبتعد عن هاي ثوابت الأهل، ويعني هذه إفرازات الاحتلال ومن جاء مع الاحتلال. الآن في العراق شو تقول أخوي أسعد؟ والله أبو معمر للأسف اللي هذا جاي يصير، اللي يطعن بالظهر وهاي الظاهرة اللي ناكر الجميل يعني. نعم، فهي قصة أنا ما أريد أن أسردها وأطول. لا خلاص، هي القصيدة بالقصيدة نسمع. يقول صعب ينقال عنك بالظهر راي، صعب ينقال عنك بالظهر راي، وانت الجنت وحدك رايك تقول، رايك تقول لا. النخل بجذوره يوصل منبع الماي، شفيد الماي قاع بلايه محصول، طبعا ما يفيد شيء. صعب ينقال عنك بالظهر راي، وانت الجنت وحدك رايك تقول، النخل بجذوره يوصل منبع الماي، شفيد الماي قاع بلايه محصول، التغثك من يسولف كان بكفاي، القضاها وياه يقول ويرجع يقول، وخيال كان لو ظل وصل الجاي، وبدا بخطواته مني وخطها بالطول، بوقت ظلم الليالي معتم اسماي، القمر مو وقته يطلع جبته مشعول. الله الله جميل. التغفك من يسولف كان بكفاي، ايه القضاها وياه يقول ويرجع يقول، وخيالي كان لو ظل وصل الجاي، وبدا بخطواته مني وخطها بالطول، بوقت ظلم الليالي معتم اسماي، القمر مو وقته يطلع جبته مشعول. اخذ لك هيك صاحب كان وفاي، اخذ لك هيك صاحب كان وفاي، للاسف همل روحه بديك تصول وتجود، للاسف يضيعون الطيب. اي والله. اخذ لك هيك صاحب كان وفاي، همل روحه بديك تصول وتجول، وانا المهال دمع النبرة الناي، اشتريد انثر غلات عليك معطول، اختنكت بغيبتك ما ناكر بهاي، وقت من مغربية يعدي ما يطول، المحب يبدي المحب بالراح والجاي، المحب يبدي المحب بالراح والجاي، كلامك هذا كلامك هذا، المحب يبدي المحب بالراح والجاي، كلامك هذا وين كان معسول، اللي يغص بالزاد نضرب ظهره بهداي، اللي يغص ظهره بطعنتك شنه الحلول، يا الله اللي يغص بالزاد نضرب ظهره بهداي بهداي، ايه اللي يغص ظهره بطعنتك شنه الحلول، يا الله الشمع بالنار روحه وعاش وفاي، ايه ماتوا ما شكى من الخيط بيطول أبد، الشمع بالنار روحه وعاش وفاي، يضوي ماتوا ما شكى من الخيط بيطول، تريد تروح تبقى مخير الراي، الشمس لو حاب بحد كان مزول، مزول الشمس لو حاب بحد كان مزول، مزول. أحسن 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 الله إليك. إيه للأسف للأسف، أنا أتمنى أن يكون الوفاء والصدق وعدم نكران الجميل، هذه صفة للناس الطيبين المتربين لا يضيعون جميل أو طيب الآخرين. تسلم، صح لسانك، صح لسانك. عاد نشوف أخوي مصطفى إيش راح تختار لنا. شوف أبو معمر، أكو حالة بالمجتمع، نسأل الله أنه تندثر هاي الحالة، يا الله. فعلى إحدى القنوات التلفزيونية اتصلت زوجة الشهيد، نعم، فعندها طفل، فتقول رحت لأحد الدوائر، فالموظف راد من عندها أنه تضعف له، يدي يشوفون أنه الأرملة بغير نظرة،
فعلى لسانه تقول له تريد أضعف، تريد أضعف ضميرك ليش ما يأذيك، أنا مرت الشهيد وأم اليتيتم، أنا زوج العلى الساتر ربط رجليه حتى المثلك أنت يعيش يتنعم. خسب ويهبى حرام هذول يعيشون الأنذال. إيه؟ أنا وصفة وخيال مباق من بليل ومن نادى الوطن على الحرب مثل عثم. قال استشهد أنا وأنتم تعيشون واحفظكم أريد من الحزن والهم، وأول يوم من استشهد المرحوم شفت أنا الذئاب علي شو تلتم. يا الله كل واحد يريد براسي يقضي الليل، بل كل موت من عندهم أحس أرحم. اي والله رفضت وما رضيت لسلتي يتقربون، انهجرت وما شفت واحد إجا وسلم. الله 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 أبكي من الصبح حد ما يجين غروب، وعلي ليل اليمر كان بي ألف مأتم. يا الله أنا أم الفقير العمر مو شبعان، القضى العمر كله بجوعة يتألم، قميصة من الرقع صاير عشر ألوان، تاهت لا هو سادة ولا صفن قلم. أنا نثيت شرف ما طخني مرة بليس، ومنفر على الشعر يم واحد محرم، وانت بكل صلاة فنزع هدوم تريد أو تشم نحر الفقط بس بالحلال انشم. إلك مني نصيحة وخلها دوم وياك، وريد من الأقولة الجاي تتعلم، ستر ابن الخواتك مو شرط طابوك. نعم الما يفكر بباكر راح يتندم. وكاد ستر بيت ستر غيرك تهدمه، ومن ترد للبيت ستر بيتك تشوف اقبالك مهدم. ستر غيرك تهدمه ومن ترد للبيت ستر بيتك تشوف اقبالك مهدم. لا ترى همين هتك وتهدم ترى. وسلام اللي يتصرف ايش تصرف. الله جميل احسنت صح الله لسانك. اي اخوي عبد الرحمن الله الله عم معمر للوجدان شو تحملاني بعد، والله كلش صعب على شفته قدامي، شو تحملاني بعد والله كلش صعب على شفته قدامي، ساعة رمل وانكسر جامي ورمل انخبط شيل من ايامي، وخلاني اشوف الفرح واقضي الوقت بس ضحك بس وين بحلام، ما حسبتها ابد ابد مني دا كل شدتي ذاك اللي حسبته قبل تتشايا وحزاني، من موقف اتعلمت مو من سوالف تجو تضربني بعظامي، كانت حرب حرب واعترف قدامي هو العدو بسان اللي تخاذلت من ذبة اسهامي، ايام كنا سوا غفلة واجانا البعد، عشرتنا ما تنحزر ريشة وتطير بهوى، بس هو ما لذنب ما لذنب نخلة وخل البلتمر، معناها صوت النوى معناها صوت النوى ما ظل حت بالنظر، من عيني لما نوقع كنت تعرف بوقعته ما يرد لمثل الشعر، واتذكراني كنت وياه وبعازته مثل العطش بالنهر، كون انسى وارجع بشر كون انسى وارجع بشر كل الجرى وياي، بس هو ما ينسي شاركني بمراية، وطيوفه أطيوف حيل أكثر أنواع ندري لو وخرت واحد يزيدا علي شلعة الشيباية، أنا اللي جبتها إلي وأنا صرت ضدي، ومن عندي جت فشلتي من نقعت خدي، ولو بي رد الوقت والله ما أستمر أنهيها من تبدي. أي والله أنهيها من تبدي أنهيها من تبدي. الله جميل جميل صح الله لسانك. تسلم تسلم. اي اخوي نروح على النايل اخوي سلطان ان شاء الله تبشر ان شاء الله. يلا Thank you.
الأهل يا يابا مرة الدار الأهل توحش بلياهم توحش بلياهم ايه والله يا يابا مرة الدار الأهل توحش بلياهم ادوي يا ابو الشهف ما عاد نلقاهم شهد ما عاد نلقاهم يا دار يا دار وين حليت يا مهجوم ويا دار وين أهلك يا دار دليني يا ول يا دار وين أهلك يا دار دليني من يوم شال الغالي ما غمضت عين اتعنى بقهر يا ولي يم عني اتعنى بقهر عنا بثلث عنات يا ابو عني اتعنى بقهر عنا بثلث عنات عندي الاهل الهوى وعنا الزمان الفات قول يا بين شلك علي يا بين شلك علي واحنا نتعوذ بيك يا بين شلك علي واحنا نتعوذ بيك لحقتني على الغوالي هالبيت مو مكفيك شالوا هلك يا قلبي والشهلة موشي ألا بعيدة شالوا هلك يا قلبي والشهلة موشي ألا بعيدة ضليت أعوان طول الليل ومثلها لنصوف طول الليل ومثل أهل مصوبينا لبجي وحل بدموعي وما حد يقول له صاير لبجي وحل بدموعي وما حد يقول له صاير مثل بضلوعي توقع الحمام الطاير يا ون مثل بضلوعي توقع الحمام الطاير هل ونك وذكرتيني نعلى على امك يا ناقه هل ونك وذكرتيني والمنحكم سبع سنين ما ون مثل وينيني حيا الله الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم أعزائي مسك الختام في هذه الحلقة حقيقة القراءات شعرية حلوة ومواضيع جميلة جدا ودون أن نختار إحنا والبداية مع الأخ أسعد التميمي عم أبو معمر
إلى وطني المصغر. نعم. أمي رحمها الله. الله يرحم. محمد. نعم. على شفاف النهر خضر صبرنا هموم. على شفاف النهر خضر صبرنا هموم، وعلى عيون الشمع صاغ الدمع ظلمه. وما شفت القصيدة، سمعت بس الأبيات كلها تصيح وين تشم يا يمه. وين تشم يا يمه؟ نعم. أمي شقت لي لنا وعبرة أمس، أمي شقت لي لنا وعبرة أمس، وابتدت بالنور تغزل منا نور، خاف يرجع لي لنا وسوت شمس. يا الله يا الله. أمي شقت لي لنا وعبرة أمس، وابتدت بالنور تغزل منا نور، خاف يرجع لي لنا وسوت شمس. أمي تشوى الترتش عليها الجبال، أمي مفتاح اليسر بعد المعز، بينا من ضاق الوقت رفعت شفوف الخاطر، أم الدنيا مطرت بس خبز. بس خبز. أم تجول ترتج عليها الجبال، أم مفتاح اليسر بعد المعز، بينا من ضاق الوقت رفعت شفوف الخاطر، أمي الدنيا مطرت بس خبز. أم عدها الماكو ما ينفع يكون، يكون اليمها يوصل يرتج من جفوفها. نعم. يمها من توصل تظل تسمع كلام، تعيش عمرك تستلذ بحروفها، من تصلي الليل يحضن بالنهار، ولمن تدعي السابع عم تشوفها. وحقك يما حبك حيل من حيل، وحنانك من الدنيا حيل من حيل. اي والله. وحقك يما حبك حيل من حيل، وحنانك من الدنيا حيل من حيل. الدمع بعدك يواسيني، ودور تاهت سنيني، عطر ذكرات يحين الهوى حسيته يخنقني، غيابك موت ضوقني، الدمع مجبور يحرقني مشيتي، وجاي احس الحيل من حيل، من اللي يدعي لي بعد بحيل لي؟ الله. من اللي يدعي لي بعد بحيل لي؟ الله يرحمها. سلام. الله يرحم امهاتنا ويسلم الطيبات ان شاء الله، ويعطينا الصحه والعافيه. اي نعم احسن صح. الله لسانك تستاهل الام. ايه اخوي مصطفى سولف لنا عن الشعر والشعراء وموضوع الانبار، ومختصر يعني انتم ان شاء الله جمعيه متعاونين، وعندكم عدد اشقد من الشعراء عددكم يطلع الان؟ عندنا تقريبا 15 شاعر احنا هسه بالمنتدى. نعم. من الشهر التاسع افتتحنا المنتدى. نعم. منتدى الراح الليث النعيمي تابع الجمعية صدى الإحساس الثقافي والأدبية. اي نعم. ونتمنى ان شاء الله صلاح السلطاني هو رئيس. نعم صلاح السلطاني. والان نوجه له تحية. المنتدى مالنا موجود بالفلوجة. ومن هو رئيس المنتدى؟ المنتدى رئيس المنتدى احمد حقي. تحياتنا لاحمد حقي ولا كل الاعضاء. تحياتنا ولا كل شعراء الانبار ان شاء الله، كلهم زملائكم يشاركون ان شاء الله في هذا البرنامج. الله محييكم. نتشرف ابو. يلا نسمع. ضاقت والنفس للريا قوه يفوت، ضاقت والنفس للريا قوه يفوت، وكل شهق التمر راح تنق والله يعين، على الدنيا حكه وما توقف على انسان، اجى فراقك عرفت الحكه وغلطانين. غلطانين. ظلم الدنيا بعدك ليل يتبع ليل، وما تضو بعد لو مو شمس شمسياً. يا الله. رحت مني وعلي استوحش الدنياي، عراق وبي صار الواحد وتسعين. اي والله. انا شجره وخريف الفرقه دق للباب، الزوراق يبس كل غصن بيلين، عصا موسى بغيابك انا حس ضليت، حرت لا انا ميت لا انا على العدلين، تجاعيد ودموع وشيب غطى الراس، ونحول وسهر ليل ورعشه الايدين، وكبير بقد ابويا تقول عن الناس، رغم تو العمر بلش بالثلاثين. بالثلاثين يا الله. عطشان وسراب الطيفك اركض هيج، اركض تبتعد واصرخ وصيحك وين؟ وين؟
وين الله وين بيوم كان القاك وافرح بيك فرح اجر بابن هجاها بعد سنين يا الله او مثل ميل الثوان على الارقام يدور هي كان يدور بكل درب شوطين يوسف غيبتك باقي بحزن يعقوب او من قد ما بكيتك ضعف شوف العين رطب ظل خدود العنا والفيروح نعم وتخلي الفرقه وجه اللي يحب لونيه لون الوجه الاصلي الثاني لون الثوب من قد ما مسح دمعاته بفنيه الله اعد عد ايه رطب ظل خدود العنا والفيروح يا الله ايه وتخلي الفرقه وجه اللي يحب لونيه لون الوجه الاصلي الثاني لون الثوب من قد ما مسح دمعاته بالردنيه تعال تعال بروحي صحراء وجيتك انت غيوم تراب وينخلط بالماء يصبح طين تعال ومن تجي مال ومكان بيوم عفى عما سلف ونعيش مرتاحين تعال الحقني ظل اخر نفس بالروح هل وناس وعمام اليوم متحضرين جيتهم علي انت التحدد هاي لو جيت عرس لو جيت مشيعين يا الله جيتهم علي انت التحدد هاي إيه؟ لو جيت عرس لو جيت مشيعين ان شاء الله عرس يا ربي ان شاء الله يا الله تسلم الله الله يسلمك صح الله لسانك جميل حلو حلو من رموز الادب والشعر في العراق وخاصه بالانبار حمد صريجع ابو طامي الله يرحمه هذا الاديب الكبير واللي حقيقه اثرى الساحه الادبيه في العراق وفي الانبار بالذات ويعني شعره معروفه رجل اديب وشخصيه مرموقه وكان إلى يعني حقيقه يعني طيب وإلى اثر كبير على كل الشعراء وحركه الشعر في الانبار اخوي عبد الرحمن ابو معمر جدك حمد صريجع جدي حمد صريجع الله يرحمه ابو طامي ايش راح تقول عن جدك ومن ابياته ابو طامي يقول جهنم جهنم من لظى نار حماها مريبه ولا لها صاحب حماها صرت مثل المراودها حماها انصاحت عيب وانسكتت خطيه ابو لي وغضى يا نار جوفي غضى يا نار جوفي غضى يا نار جوفي والسنابيه اشتعل من عام الاول والسنابيه مثل هداج عيني والسنابي يزود ولا يقل من الشرار الله 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 الحبيبي يا اي هذا اكو شطر ثاني يقول غضى يا نار قلبي والسنابي وعلي حسره المدلل بس سنابي مثل هداج عيني والسنابي وجفني حاز ومقطرشه جميل بعد إيه اقول اني حرت ما بين وجع العين يا ذن الرسائل مدري بيهن هيك يا ذن يا لاهي ما تدز بلال يذن بذان وينفخون الصور بيه الله 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 جميل وما مشتاق لك بس من اجان الليل ذلني وقمت احس واقف بمحرابك وما كنت اعرف برجلي هيك تخون جسمي بلا سبب تسحلني من بابك يا الله وجع قصت الضفيرة بقلب الاحديثات هيك يجيز قلب الوجع بغيابك درجع مو قلت لك خل نرد احباب هيك انطاق قلبك تترك احبابك شحت شوفتك وانقطعت الاخبار واسال وانا خايف احس شي صابك تتزوج وتظني واسمع من الناس وكنت تقول اذا حركت سبابك كل هذا وقفت وقوف انا بملقاك صاغي مدني قمت قبل اعتابك وقلت قلبي قوي قلت قلبي سبع هو اللي يطلع العيب حط العيب بيه وابد ما عابك انا لجيتك بنص بحر يا الغرقان ما تنلام لما تنترش جابك الله هو انا صدق شنه اللي اخذني هناك بحر ما بي اثر حتى الحق ترابك يا الله انا بقبور اهلك اختم القران
وانت بجثث ناس تشبع غرابك يا الله، مثل كسرة غصن مثمر بجف فلاح، تكسرني واحط لي كسرة اسبابك اسبابك. افوت بديرتك افوت بديرتك والقاني كل عيوب، يعني شكثر حاج بظهري لاصحابك يعني شكثر حاج بظهري لاصحابك. سلامتك الله. الله جميل الله جميل، صح الله لسانك. الله يسلمك والرحمة على روح عمنا العزيز الأديب حمد سريجة أبو طامي. تسلم والله. الله يا أخوي نختم بالأبوذية بالجنوبي. أكيد احنا الجنوب ما ننساهم. الفنان سلطان الحلبوسي مبدع. يلا عام يمر هجرك علي علي حويا نار قلب يمر هجرك يا بيمر هجرك يمر هجرك على قلبي بلف عام بلف عام وعلي اليوم اليوم بغيابك يا ويلي عهد من اللي ما أبدلك يا ابو معمر عهد مني ما ابدلك بلف عام بلف عام يا بي يا بي انا 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 عهد مني ما ابدلك بلف عام اشلون ابدلك وانت وانت عز الناس لي لي يا يوم اشتاق لك لو مر علي تغيب اشتاق لك لو مر لو مر عني تغيب اشتاق لك لو مر علي تغيب والله اشتاق لك لو توقف بصفي بصفي شلع قلب غيابك شلع قلب غيابك وانت مرتاح مرتاح اي والله شلع قلب غيابك وانت مرتاح ظل مرتاح فدوة فدوة يروح لك قلبي يا بس يوم بس يوم أريد أريد الدنيا تصفو وياي بديا بس يوم وأشوفك ياك حيل العين 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 بس يوم من أحم علي
عافية وصحت بس يوم بس يوم. تنوح أمي علي وصحت بس يوم، شفيد النوح لو ولف بعد علي علي يا يوم. أوف 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 يا في تلالح يريد يطيح قلبي يابا. انتهت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، وحلقة الأنبار والفلوجة وأهل الأنبار. أصبح هذا البيت دائما نذكره ونقول بيت العتابة، صيانيهم مروب عشيل موتل صدور هالنجبال، موتل من قبل نوعين عيط موتل ولا دأس وثناياهم جناب. شكرا جزيلا لحضور الأخوة الأعزاء الضيوف، والأخ الشاعر أسعد التميمي، والشاعر مصطفى سرحان، والشاعر عبد الرحمن المجيد، والفنان سلطان الحلبوسي، أزل وصهيب، المصورين سيف العبيدي، يحيى الميزان، علي باسل، العلاقات والتنسيق صدام السحل، هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي، هندسة البث والاستوديو خالد المحمدي. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج ياسر صبيح البياتي.